على انتهاء جلسة مجلس الأمن وعلى انتهاء قمة طهران، قام الطيران المروح التابع لنظام الأسد قبل قليل باستهداف مشفى بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي، مما أدى لاندلاع حرائق وخروج المشفى عن الخدمة بشكل كامل. أدى الاستهداف أيضا لسقوط عدة ضحايا وعدة جرحى ممن كانوا متواجدين في داخل هذا المشفى. تحاول فرق الدفاع المدني الآن إخلاء المدنيين وأطفاء الحرائق. المشفى خرج عن الخدمة بشكل كامل، أثار الدمار واضحة في هذا المشفى الصغير. نلاحظ أن المشفى لم خرج عن الخدمة بشكل كامل. يأتي هذا الاستهداف بعد أن تم استهداف مركز الدفاع المدني في خان شيخون صباح هذا اليوم، وبعد يومين من استهداف مركز الدفاع المدني في بلدة التمانعة. إذن هناك عمليات استهداف واضحة للنقاط الطبية، لمراكز الدفاع المدني، للمشافي الميدانية كما نلاحظ خلال هذه الأيام. طبعا كل هذا يأتي بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء جلسة مجلس الأمن، والتي تم إجماع فيها على عدم شن هجوم على إدلب، لكن الواقع على الأرض مختلف تماما. استهداف واضح لعمليات الدفاع المدني. الله يعطيك العفو، الحمد على سلامتكم. شو اللي صار هون بالضبط؟ قام الطيران المروحي اليوم باستهداف مشفى جنوب بلدة حاس بمربيلين متفجرات، أدى إلى خروج المشفى على الخدمة بشكل كامل. هناك عدة إصابات تم نقلهم إلى المشافي الميداني، والآن تقوم فرق الدفاع المدني بإطفاء الحرائق الضخمة التي نتجت عن هذا الاستهداف. الله يعطيك العافية. نلاحظ أن هناك استهداف للنقاط الطبية أو لمركز الدفاع المدني على وجه التحديد، ما هو السبب برأيك؟ هل أحصيتم عدد من النقاط الطبية التي تم إحصاؤها؟ إلى الآن لم نقم بإحصاء عدد النقاط الطبية التي استهدفت، ولكن كالعادة النظام الروسي يقومون باستهداف مراكز الدفاع المدني والنقاط الطبية وجميع المرافق الحيوية. الله يعطيك العافية رب، الحمد لله على السلامة.